مرحبا بكم في قناة محمد بورجبان. تمارين تطبيقية، أسئلة وحلول. بعد أن تعرفنا درس التمييز، تعريفه، سماته وأنواعه، الآن سنحاول أن نختبر معلوماتنا. إذن السؤال يقول: عين مكونات التمييز وسماته في الجملة التالية. إذن أعين مكونات التمييز وسماته في الجمل التالية. الجملة الأولى: اشترى كيسا من دقيق. إذن تمييز عندنا هنا، نبدأ بالمميز. المميز عندنا هنا هو كيسا، والتمييز هو المميز كيسا. التمييز دقيق، سمته الصرفية اسم النكرة، سمته الدلالية تخصيص المعنى المجمل كيسا في دقيق، سمته التركيبية مجرور بمن. جملة ثانية: توسعت المدينة عمرانا. توسعت المدينة عمرانا. المميز في هذه الجملة وهو توسعت المدينة. لماذا قلنا هنا توسعت المدينة؟ لأن هذا التمييز هو تمييز جملة أو تمييز ملحوظ. التمييز عمرانا، سمته الصرفية اسم نكرة، سمته الدلالية تخصيص المعنى المجمل توسع المدينة في العمران، تخصيص المعنى المجمل توسع المدينة في العمران. سمته التركيبية النصب. جملة ثالثة: شربت كوبا ليمونا حلوا. المميز هنا هو كوبا، المميز هو كوبا. أما التمييز فهو ليمونا، لأن حلوا عندنا هنا نعت. التمييز ليمونا، سمته الصرفية اسم نكرة، سمته الدلالية تخصيص المعنى المجمل كوبا، تخصيص المعنى المجمل كوبا في ليمونا. سمته التركيبية النصب. أحدد نوع التمييز في الجمل التالية: في السنة 12 شهرا. التمييز هو شهرا، تمييز مفرد ملفوظ، تمييز عدد. جملة ثانية: المغرب أسرع الدول الإفريقية نموا. التمييز عندنا هنا هو نموا. إذن التمييز عندنا هنا هو تمييز جملة عام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول نمو المغرب أسرع الدول الإفريقية، جملة تعطينا جملة غير صحيحة. نمو المغرب أسرع الدول الإفريقية جملة غير صحيحة، وبالتالي فهو تمييز جملة عام. جملة أخرى: أنهيت الرواية تحليلا. التمييز عندنا هنا هو تحليلا، ونوع هذا التمييز تمييز الجملة، النسبة محول عن مفعول، لأننا يمكن أن نقول أنهيت تحليل الرواية،
فنأتي بتحليل هنا بعد أنهيت. ولدينا أنهيت هو فعل وفاعل، وتحليل مفعول به، أنهيت تحليل الرواية. جملة أخرى، طبيعة هذه البلدة أجمل منظرا. إذا التمييز عندنا في هذه الجملة وهو منظرا، تمييز جملة نسبة محول عن مبتدأ، محول عن مبتدأ بمعنى أنه يمكن أن نقول منظر طبيعة هذه البلدة أجمل. لدينا جملة أخرى، امتلأ البيت سرورا، امتلأ البيت سرورا. التمييز هو سرورا، وهو تمييز جملة عام، لأنه لا يمكن أن نقول امتلأ سرور البيت، وبالتالي فهو تمييز عام. جملة أخرى، جاء 20 أستاذا. فالتمييز في هذه الجملة هو أستاذا، وهو تمييز مفرد ملفوظ، تمييز عدد بالطبع. مرحبا بكم في قناة محمد بورجبان.